نشرب بلدي طبعا يميز. طبعا راح نضيفكم من الحين. احنا لازم نضيفك. مشروبات الجزائر متنوعة. عندنا طبعا الشاي. طبعا طريقة تركب الشاي في الكوب. في كتير وكل منطقة عندها طريقة. عندنا الشاي الترقي عنده طريقة وحدها، يعني الشاي الصحراوي الترقي. شكرا مشكورة. وعندنا احنا كان هي مرتبطة بالطوارق كمان. ايه ومش قلت لك كل طريقة بكل مناطق، كل منطقة عندها طريقتها في الشاي، في تقديم الشاي، لكن الأساسي هو شاي أخضر والنعناع يكون موجود أو الشيبة، أو يعني تختلف مرات حتى الأعشاب اللي يحطوها في الشاي تختلف. وعندنا كمان